لو سمحت حضرتك، في المحاضرة اللي فاتت هناقش النقطة الأخيرة خالص اللي حضرتك أشرت إليها في الأداء، لما كانوا بيتكلموا عن إن السيد المسيح ما عرفش الساعة أو ما قالش عنها أو ما يعرفهاش لكون إنه هو إنسان زيه زي إنسان جاع وعطش، يعني خضع للضعف. فأنا عايز أفهمها دي من قداستك. لا شوف أقول لك إيه. تفضل. اللي أنا قلته بس جايز أنت بتفهم السطر وتشوف السطر زي ما. جايز. شوف. تفضل. أنا قلت الطبيعة البشرية بتاعت المسيح ليس كلي المعرفة كإنسان يعني. فممكن لا يعرف. لكنه باتحاده باللاهوت يعرف. ايوه انا متفق مع حضرتك. الناسوت متحد بلاهوته. فالناسوت بطبيعته ليس كلي المعرفة وليس من طبيعة الناسوت ان يعرف المستقبل ويعرف الغيب. لكن احنا معلش بس خليك معي. طب اتفضل. حتى الرسل اللي هم قمة البشر في ذلك الحين قال لهم ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطان وحده. فمن ناحية الناسوتية ممكن لا يعرف، لكن ناسوته متحد مع لاهوته بطبيعة واحدة بغير افتراق. اذا بهذا الاتحاد يعرف، ولكنه لا ينسب المعرفة إلى ناسوته بل ينسبها إلى اللاهوت. هذا الكلام اللي قلناه المرة اللي فاتت. أيوة يا سيدنا، أنا فهمت كل النقاط اللي عدت دي كلها كانت في البداية. دي آخر حاجة أنا اللي بناقش قداستك فيها، في الأداء اللي قالوا إن هو كإنسان لا يعرف. حصل هنا فرق بين الناسوت واللاهوت. وده شيء أنا شوف كإنسان، لكن مع أنه كونه كإنسان ناسوته متحد بلاهوته اتحاد غير منفصل، فأصبح باتحاده باللاهوت يعرف. لكن المعرفة تنسب للاهوت مش تنسب للناسوت. زي ما نقول مثلا تألم بالجسد على الرغم من أن اللاهوت متحد بالناسوت، لكن من طبيعة اللاهوت أنه لا يتألم، فنسبت للذي زي ما يقول مثلا انه جاع بالجسد وتعب بالجسد، اللاهوت لا يتعب، ونام بالجسد واللاهوت لا ينام، لا ينعس ولا ينام. ففي اشياء لا تنسب للاهوت ابدا لكن بتنسب للناسوت. لكن مع اللاهوت متحد بالناسوت بنقول المسيح جملة تعب جملة